يمل هذه العبارة. لا تنسى أن احنا لا نقود سيارات، لذلك ننتظر سائق أن يوصلنا للأماكن من أجل أن نجمع الأسماء، وهذه إعاقة بالنسبة لنا، التفرغ السائق لنا. يعني تبون أنتم الأربعة تسوقون لما يجي قرار مثلا السواق؟ لا، يعني أنا هذه من الإعاقات. لماذا قرار قيادة السيارة مهم؟ إذا أنت ستطالب بحق يجب أن تستطيع أن تتحرك من بيتك، فهذه كان الباب الأول الذي يجب أن نفتحه من أجل أن نخرج ونطالب بحقوقنا. سأتحدث أبعود للنقطة اللي أشرنا إليها قبل قليل. في 1990 قامت مجموعة من السيدات السعوديات بقيادة المرأة للسيارة في الرياض، وحدث أنه أوقفت المسيرة التي قمنا بها وتم إيقاف هذا المشروع، بل تم اتخاذ إجراءات مع هذه النساء، إجراءات قاسية جدا. ألا تعتقدي أنه إلى أين، يعني ما هو اللي يجمع بينكم وبين تجربة التسعين، وما هو الذي يختلف؟ تجربة التسعين، أنا يريد تعطيني وقت فقط أقرأ أسماء هذه النساء الشجاعات بصراحة. اللي ساقن في التسعين سجلوا تاريخ، سجلنا تاريخ رائع، ستظل هذه الأسماء مضيئة، خلاص دخلوا التاريخ بها. الفرق بين التسعينات واليوم، التسعينات كانت الأجواء يعني الصبغة الدينية كانت في أشدها، وكانت الأزمة السياسية أيضا، والأزمة السياسية، وكانت أعتم السنين. يعني تخيل هم خرجوا في أقسى سنين مرت على المملكة. نحن في هذه الفترة، هذه فترة العولمة، فالانفتاح وتحرك النساء اختلف. النساء الآن تتواصل مع العالم من خلال الإنترنت. الإنترنت لم تكن يعني متاحة في تلك الأيام، ففتحت لنا مجالا آخرا. اليوم المرأة السعودية تطورت واتسعت مداركها وهي جالسة في البيت، وهذا ما خدمنا في هذه القضية. القضية الأخرى، احنا لم نعد في عصر ما يسمى بسياسة شعرة معاوية، هذا العصر انتهى منذ اخترقت العولمة منازلنا وبيوتنا ونسائنا ورجالنا، لأنه شد شعرة معاوية كانت في زمن لا ندرك ما يدور حولنا، لا ندرك كل الحيثيات. الآن وأنت جالس مثلا، خبر أمس نزل أن معلمة دبست زي طالبة في مدرسة في الرياض، رويترز نشرته على مستوى العالم. منذ متى قضية مثل هذه بهذه البساطة تنتشر على مستوى العالم؟ لأن العولمة فتحت لنا هذه الأبواب. الآن قضية أن احنا كيف نقيس ونشتم الروائح، هذه السياسة الجديدة. هذا شو علاقة بين التسعين، بين الفارق بين التسعين وال هذا الفارق العولمة والزمن، والفارق أنه العالم صار تحول إلى قرية. ما يحدث اليوم إذا أنت اضطهدت وأخذ حقك وسلب منك شيئا، العالم كله سيسمع بك، وهذا يجعل من الدول أكثر اقترابا. لم يعد هناك شيء اسمه شأن داخلي، لم يعد هناك شأن داخلي، لا لم يعد موجودا. كل شيء يجري في بلدك يؤثر على البلد الأخرى، لذلك هل تحاولوا أنتم أنكم تستخدموا هذا الموضوع مثلا لتسميعه خارج السعودية؟ لا، أنت لم تفهم الفكرة. أنا خليني أوضح لك فكرتي. حين أقول لك لم تعد هناك شعرة معاوية موجودة في هذا، من يستخدم شعرة معاوية فهو يتحدث عن ما قبل، خلينا نقول ما قبل العولمة. لأنه اليوم أنت كيف تقيس الحركة، كيف تتحرك إذا تريد أن تقوم بعمل ما، تقيس ما حولك، تشتم الروائح، تعرف المناخ العام، تعرف ما هي التصريحات الموجودة، تقرأ بين السطور. هذه هي السياسة اليوم. تعتقدوا أنكم قرأتوا ما بين السطور بشكل جيد؟ بشكل جيد جدا، بشكل يعني إيش أكثر منه، أكثر مسؤول، يعني أكثر من مسؤول. إياد مدني صرح هذا بالمؤتمر جدا الاقتصادي العام والعام الماضي، الملك عبد الله خالد الحرمين صرح سأله كم صحفي في مانع القانون لا يمنع المرأة من قيادة السيارة، لماذا لا تقود المرأة السيارة؟ يعني وأكثر من تصريح بأنها قضية اجتماعية وليس دينية. وبالفعل لا توجد لا حالة لمنع الرسول امرأة من ركوب الدابة، ولا يوجد نص شرعي، ولا توجد آية قرآنية، ليس له علاقة بالدين أبدا، هي قضية اجتماعية بحتة. ولذلك نحن نريد أن نثبت لأنفسنا وللعالم أننا مستعدات لقيادة السيارة.
أشارت قبل قليل وجهها إلى أنه في التسعين كان هناك مد ديني طاغي. نعم. هل تعتقدون عندكم مشكلة مع المد الديني في إقرار هذا الحق؟ أنا أزود على كلام وجيهة، لأن الآن في عصر العونة وفي عصر ما بعد 11 سبتمبر، فالموازين انقلبت تماما، لم ننقلب تماما، لكن على الأقل الصوت الآخر المهمش، الصوت الذي لم يكن نسمع له في السابق، الآن له مساحة حتى يحكي أراءه. ما علاقة قيادة مرة بالسيارة في 11 سبتمبر؟ ما علاقة لا، أنا أتكلم عن الموازين المجتمع، يعني تقول انت تشدد في عام 90 كل سنه الصوت الاحادي، يعني الصوت الاحادي في المجتمع على عام 90. هل تعتقدوا انه عندكم مشكله مع التوجه الديني في هذا الحق؟ الناس اللي بدهم مشكله مع التوجه الديني، يعني هم ياخذوا الدين حجه، ناس ما عندي مشكله مع الدين، ولكن مع التوجه الاحادي الفكر، انا ما اسميه توجه الديني، مع التوجه الاحادي اللي عندكم مع التوجه الاحادي الفكر، يعني ان الان احنا الدوله الوحيده بالعالم سوق السياره، يعني هل كل الدول الاسلاميه هذه على خطا ونحن البلد الاسلامي الوحيد على صواب؟ هل هم مسلمين؟ يعني هل نحن مسلمين أكثر من المسلمين الموجودين بالعالم هذا كله؟ هذه نظرة متشددة، أنا ما أرجع أهل الدين، هذه نظرة المجتمع الأبوي، نظرة السلطوية، نظرة الهرمية اللي تتبع العلاقة فيها يعني من فوق لتحت. هذه من النظام الأبوي، نظام العشائر، نظام القبلي، اللي جاء الإسلام وأتى أنه حتى يلغي هذه الفروقات العشائرية أو القبلية والنظام الأبوي، يظهر المجتمع في قالب أمة. بس أيضا حتى واحدة. فيما يتعلق بالأمة، النظام الإسلامي كان فيه تعليمات تصدر من رأس الأمة، فهو نظام أيضا يأخذ بهذا المنطق في التعليمات. لا، أنا أتكلم على النظام الذي لا يسمح بالمناقشة ويكفر الطرف الآخر، وال هذا احكي عنه، ما انا احكي عن السلطه، لا احكي عن فوضى احنا يعني ايضا مطلقة. اريد ان اضيف بالنسبه لما قالته ابتهال عن ما بعد 11 سبتمبر، بالفعل قبل 11 سبتمبر لم نعرف مفاهيم مثل حقوق الانسان وحريه الدينيه وحق المراه وحق الطفل وحريه التعبير، هذه المفاهيم لم تكن تطرح ابدا في صحفنا ولا في اعلامنا، ولم كنا نجهلها تماما، لكن ما بعد 11 سبتمبر وكانت في كأنها الصحوة الحقيقية للعالم وليس لنا فقط، أن هناك هذه المفاهيم التي فقط سجلت في مواثيق الأمم المتحدة ووقعت عليها المملكة، ومعظم دول العالم العالم الثالث لا يطبقها، لكن بعد هذا الانتشار وبعد هذا الانفتاح في العالم وقربه من بعضه، فأصبحت هذه المفاهيم، يعني من متى احنا نسمع انه ترى كرتون، مثلا رسم كرتوني، المدرس يقول سأضع عليكم عريفا، الطلاب يقولون هذا الكرتوني، وهذا قبل سنتين او ثلاث يقول لا نريد انتخابات، لا نريد عريفا يعني للطلاب، وهذه يعني هزلية لكنها تعني الكثير وتعكس الكثير. ما احتاج الانتخابات عشان اروح الفاصل، فبنقل الفاصل بعد تفضل. فاصل قصير، نعود بعده الى اضاءات ومواصلة حوارنا عن قضية قيادة المرأة.